المواقع التواصل الاجتماعي، في بعض الصحف وما إلى ذلك، يعني عندما ظهرت يقولون هذا الرجل في عهده مثلا جرت الخصخصة الشهيرة التي أدت إلى بيع مؤسسات وأصول الدولة بأسعار زهيدة، عملت أيضا على زيادة البطالة، على زيادة المديونية في البلد. صحيح أنه ليس الوحيد الذي كان مسؤول عن الاقتصاد، ولكن المنهج الذي جاء به ربما لا يناسب الأردن، فماذا تقول؟ هذا المنهج لم أتي به، هذا المنهج أتى به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عام 1989، وأنا كنت ما زلت على مقاعد الدراسة في بريطانيا. إذا يعني عام 1989 عندما خرج الأردن من مأزق مالي كان هنالك برنامج التصحيح الاقتصادي الذي أتى به صندوق النقد والبنك الدولي، وهو الذي أتى بإعادة الهيكلة وبإعادة الاستقرار وبالخصخصة، وهنالك تقرير كامل شامل أعدته لجنة ملكية تعني رئاسة الدكتور عمر الرزاز التي هي يعني فصلت تفصيلا كاملا كل عمليات التخصيص ولا شيء. والذي يقول فيه نقلا ايضا دكتور رزاز في هذا التقرير بان تلك الخصخصة ربما ادت الى خسران والى اذى لاحق لخزينة الدولة. هذا رايي، ولكن يعني انا هنا